بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة كاشوستو، شقة داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات. طبعا الدور الواحد فيه 4 شقق فيها مصعدين، كل مصعد يسع 10 أشخاص تقريبا. الشقة رقمها 41، هي عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع. هنا المدخل، عندنا الانترفون، كاميرا طبعا المدخل واسع، انتم شايفين. عندنا هنا الحمام الاول كرمكم الله، طبعا عربي. هذا مدخل الشقة، عندنا هنا الصالون ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة وشرحة. طبعا نظام التدفئة فيها مركزية زي ما انتم شايفين، هذه الدفايات. هذه اطلالة في الصالون، طبعا لها اطلالة جزئية على البحر. عندنا هنا البلكونة الاولى مشتركة بين المطبخ والصالة، مساحة كبيرة، ايضا اطلالة جميلة على البحر. هنا البحر مقابلنا على طول، لها اطلالة على الطبيعة. طبعا الشقة قريبة من جواهر المول، قريبة جدا من جواهر المول، وأيضا قريبة من الماركت والخدمات. ديكور السقف والممر، عندنا هنا المطبخ جاهز، هذا البانيو الرئيسي للشقة. وهنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، وفيها دورة مياه. طبعا الشقة داخل مجمع سكني فيها جميع الخدمات. هذه الغرفة الثانية أيضا لها إطلالة على البحر. هذه الغرفة الثالثة فيها بلكونة مطلة على البحر. هذه البلكونة مساحتها كبيرة. طبعا مثل ما ذكرت لكم الشقة داخل مجمع سكني. طبعا زي ما انتم شايفين هذه الجلسات العائلية. ايضا عندنا ملعب اطفال، مسبح مغلق، نادي، جيم مغلق، جلسات عائلية، العاب اطفال، مواقف سيارات، حراسة امنية، طبعا كاميرات مراقبة كلها موجودة في المجمع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.